أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخ المسائل الخلافية تنقسم إلى قسمين، قسم مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف، يعني بمعنى أن الخلاف ثابت محقق وله نظر وله حظ من النظر، فهذه لا إنكار فيها على المجتهد على المجتهد. أما عامة الناس فإنهم يلزمون بما عليه علماء بلدهم لئلا ينفلت العامة، لأننا لو قلنا العامي أي قول يمر عليك لك أن تأخذ به لم تكن الأمة أمة واحدة. ولهذا قال شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله قال العوام على مذهب علمائهم. فمثل هنا عندنا في المملكة العربية السعودية أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، فنلزم نساءنا بذلك، حتى لو قالت لنا امرأة أنا سأتبع المذهب الفلاني والفلاني قلنا لا أنت عامية ما وصلت إلى درجة الاجتهاد، وإنما تريدين اتباع هذا المذهب لأنه رخصة وتتبع الرخص حرام. أما لو يأتينا عالم من العلماء الذي أداه اجتهاده إلى أن المرأة لا حرج عليها بكشف الوجه ويقول أن امرأتي سوف أجعلها تكشف الوجه قلنا لا بأس، لكن لا يخليها لا يجعلها تكشف الوجه في بلاد محافظة يسترون الوجوه، يعني يمنع من هذا يمنع من هذا لما لأنه يفسد غيره، ولأن المسألة اتفاقية في أن ستر الوجه أولى، لكن خلاف الوجوه. فإذا كان ستر الوجه أولى فنحن لم نلزمه بما هو حرام على مذهبه، إنما أجلناه بما هو أولى، ومن أجل أن لا يفسد الناس عندنا فيتبعون الرخص. إذا ذهب إلى بلاد فهو كسب، لا لا ما تنقل عليه. إذا كانوا في بلدنا نحن الشيخ، إذا كانوا الواقع أن هذا سؤال ثاني لكن أطرحت مني، إذا كان في بلادهم لا ننكر عليه، لأنهم كما قلت لكم المسائل الاجتهادية ما فيها إنكار إذا كان لها حظ من النظر، لكن في بلادنا نلزمه بالحجاب هون من أجل أننا سنلزمه بقولها، لكن لئلا تحصل المفسدة. ونقول نحن الآن ما ألزمناكم بشيء حرام عليكم حتى تقولوا إنكم أثمتمونا، ألزمناكم بشيء هو أولى الأمرين عندكم من أجل الحفاظ على 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 النساء. أثرته زبر الشرى إذ رباض، ونبهته إذ هدى فاغتمام، وما زلت تبسط مسترسلا إليه يد البغي لما انقضى. حذاري حذاري فإن الكريم إذا سيم